الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا لشرح عود الأحكام عند آخر الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى أو المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق بأحكام الزكاة، ثم ذكر بعد ذلك بابا متما للباب السابق وهو ما يتعلق بزكاة الفطر أو صدقة الفطر، فقال باب صدقة الفطر، فذكر فيها حديثين، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع. قوله باب صدقة الفطر يقال صدقة الفطر ويقال زكاة الفطر، واللفظان وردا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضا عند العلماء بالفطرة بكسر الفاء، وهي لفظة مولدة كأن المراد نسبتها إلى الفطرة وهي الخلقة والجبلة. وصدقة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة، أي في نفس العام الذي فرض فيه شهر صيام شهر رمضان، ولها أحكام كثيرة سيأتي ذكر بعضها مما يستفاد من الحديثين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. والمراد بصدقة الفطر هي شيء مخصوص يخرجه شخص مخصوص بشروط مخصوصة، والمراد بالشيء المخصوص هو الطعام على قول جمهور العلماء، وبعضهم أجاز النقل. ويخرجه شخص مخصوص سيأتي بيانه، وأنه المسلم العاقل المكلف بالغ يخرج عن نفسه وعن من تحته ممن ينفق عليه بالشروط المخصوصة، وأن يكون المسلم مالكا لقوت يومه وأهله، وما زاد على ذلك أقرضه، وإخراجه يكون في وقت معين كما سيأتي بيانه. الحديث الأول وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى الحر والمملوك، صاع من تمر
أو صاحا من شيء، فعجل بها الناس إلى نصف صاع من بر على الصغير والكبير. جملة فعجل بها الناس إلى صاع من بر وتربه وعلى الصغير والكبير، تتم الكلام الأول على الذكر والأنثى، الحر والمملوك، الصغير والكبير، صاع من تمر وصاع من شعير. وفي رواية قال: وأن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة. وراوي الحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أبو عبد الرحمن صحابي مشهور، أسلم قديما بل بصغره، وكان شديدا اللزوم والتتبع والتشبث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد في متابعتها، حافظ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعد من المكلمين ومن الفقهاء العلماء، وهو أحد الأبابيلة الأربع المشهورين من الصحابة، وهم ممن اسمه عبد الله، ويعد من صغار الصحابة من تأخر فيهم الحياة، ومن العلماء الفقهاء. عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع. يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض بمعنى كتب وأوجب وألزم، هذا الذي عليه جمهور العلماء، هو المعنى الأول. ففرض تدل على معنيين، أكثر العلماء على أن فرض ها هنا بمعنى كتب وأوجب وألزم، ويستفاد منه أن زكاة الفطر واجبة، وهي فرض حتم لازم يأثم تاركها، وذكر بعضهم أن المراد من فرض هؤلاء معنى آخر، وهو التقدير. ولفظ فرض لغة تدل على التقدير، كما تدل على اللزوم والإيجاب والحتم والكتابة، لكن المعنى الأول أصح، وإن كان المعنى الثاني مما تدل عليه كلمة فرض، وهو اختيار الأحناف، لكن المعنى الأول أقوى لما جاء في أحاديث كثيرة مما يدل على وجوب زكاة الفطر أو صدقة الفطر أو زكاة رمضان، ولذلك فحكمها الوجوب والفرض واللزوم والحتمية. في قول جمهور العلماء الأحناف يقولون هي واجبة وليست بفرض، لأنهم يفرقون بين الواجب والفرض، فالواجب ما ثبت الإلزام به بدليل آحاد كما يجري السنة، والفرض ما ثبت الإلزام به بدليل متواتر كنص آية أو حديث متواتر. والحاصل أن حكم زكاة الفطر أو صدقة الفطر أنها واجبة فرض حتم لازم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فرضها كان العام الثاني من الهجرة بعد فرض رمضان أو بعد فرض صيام رمضان،
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة الفرض والإيجاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصحيح، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا. فأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أمر الله، أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم يعد مما أمر الله به، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، وقال: من عصاني فقد عصى الله. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب ويأمر ويلزم ويفرض، وهو تابع لما أوحى الله عز وجل إليه. ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صدقة الفطر، لفظ الصدقة ولفظ الزكاة. لفظ الزكاة تطلق فيما يعد فرضا، وأما لفظ الصدقة فيحتمل ويحتمل، فيقال صدقة المال أي زكاة المال وهي واجبة، ويقال صدقة الفطر وهي واجبة، ويقال الصدقة المطلقة وفيها ما هو مستحب وتفضل. إذا تصدق أحدكم من طيب ماله ولا يقبل الله إلا طيبا، كما جاء في الحديث. صدقة الفطر أضافها إلى الفطر، أو قال رمضان أضافها إلى رمضان، أضافها إلى رمضان. فهذه الصدقة مضافة إلى الفطر، أو مضافة أيضا إلى رمضان. ومنها استفاد العلماء أول وقت وجوبها، متى تجب صدقة الفطر أو صدقة رمضان؟ متى تجب؟ هل تجب بمغيب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، أم أنها تجب بطلوع فجر أول يوم من يوم العيد؟ فقوله عليه الصلاة والسلام: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أضافها إلى الفطر، فاستفاد بعض العلماء أنها تجب بالفطر من رمضان، بالفطر من رمضان، وأيد هذا في رواية: أو قال رمضان. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان، أي أن الفطر يكون من إيش؟ من رمضان. متى نفطر من رمضان؟ متى نفطر من رمضان؟ هل فطرنا من رمضان يتحقق بالفطر بعد غروب شمس آخر يوم رمضان، أو يتحقق بطلوع الفجر أول يوم من العيد؟ فبعض العلماء قالوا آخر يوم رمضان بغروب شمسه يفطر الصائم، فإذا هنا أفطر، والصدقة مضافة إلى الفطر. متى يفطر؟ بعد غروب آخر يوم
بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان. فإذا صدقة الفطر تجب متى؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان. إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان وجبت صدقة الفطر، وهو قول مرضي عن مالك، وقول أيضا عن الشافعي في الجديد، ورواية عند ورواية وقول الحنابلة. وبالتالي فلو أن الصائم مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان هل تجب عليه صدقة الفطر أو لا؟ مات قبل أن يتعلق به الوجود، مثل الذي يموت قبل المغرب، هل يلزمه يقال أنه مطالب بصلاة المغرب؟ ما يقال. فهذا مات قبل غروب الشمس، ورمضان وصدقة الفطر تلزم بالغروب، فإن مات قبل غروب الشمس لا تلزمه. إذا غربت الشمس ثم مات تلزمه ولا لا؟ ما دام على القول بأنه بغروب الشمس تلزمه، قد تعلقت بذمته فتخرج من ماله. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الإفطار أو الفطر من رمضان لا يتحقق إلا بالأكل فجر يوم العيد، لأنه بعد غروب الشمس من آخر يوم رمضان هذاك وقت ليل، والليل ليس محلا للصيام حتى يقال قد أفطرنا منه، ليس محلا للصيام حتى يقال قد أفطرنا منه. فإذا صدقة الفطر يتحقق الفطر بالنسبة للصائم من رمضان أنه أول يوم بعد رمضان يصبح وقد أكل وأفطر، فيقال أمس رمضان كان صائما اليوم هو مفطر، قد أنهى صيامه وأفطر من رمضان. وهذا قول الأحناف وأيضا الليل، وهو أيضا قول عند الشافعي في القديم، ورواية عن مالك رحمه الله أيضا، ورواية عن مالك. وبالتالي فإذا كان وقت وجوب صدقة الفطر بطلوع فجر أول يوم العيد، فالذي يموت قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس لا تلزمه صدقة الفطر، والذي يموت قبل فجر يوم العيد لا تلزمه صدقة الفطر، ومن مات بعد طلوع فجر يوم العيد لزمته صدقة الفطر. هذا وجه التفريق بين القولين، وهذان القولان أقوى القولين. يوجد قول ثالث وهو أن الفرض لزوم وقت وجوب زكاة الفطر يدخل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقول آخر وهو هذا القول الثالث أيضا من سنة المالكية يعني وقت موسع، وقول رابع وهو أن وقت الوجوب يدخل بطلوع الشمس من يوم العيد، فهو قولان هما قولان فيهما بعد. والأقرب والله أعلم أن الوجوب صدقة الفطر وقتها يدخل بطلوع فجر يوم العيد، فهي صدقة أكثر تعلقا بيوم العيد، وإن كانت صدقة من الفطر ومن رمضان. ويؤيد ذلك قوله وأمر أن تخرج وأن تؤدى قبل الخروج إلى العيد، ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان، فيه دليل على جواز القول رمضان دون أن يأتي قبل غروب لفظ الشهر، وهو قول جمهور أهل العلم. وبعض العلماء يرى كراهية قول رمضان
لأنه اسم من أسماء الله جل وعلا. وروى في ذلك حديثا والحديث ضعيف لا يجوز. وقضى أهل العلم فليقول، فقالوا إذا كان في الكلام ما يدل على أن المراد الشهر فلا بأس أن يقول رمضان، أما إن كان لا يدل ما على أن المراد به الشهر فيرون الكراهة، وهذا القول المفصل وكذا القول بالكراهة المطلقة مروي عن الشافعية، والصواب جواز القول رمضان، جاء رمضان ودخل رمضان وصمت رمضان وقمت رمضان والصيام في رمضان ونحو ذلك. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان صاع على 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 الذكر والأنثى، على الذكر والأنثى، لفظة على تدل على الوجوب، وهذا يؤيد أن لفظة فرض بمعنى كتب وأوجب وألزم، فعلى يدل على الوجوب، على الذكر والأنثى أي أن كل من الذكر والأنثى تلزمه صدقة الفطر، لكن اللزوم هل هو موجه لكل ذكر وأنثى أو موجه لمن يخرج عنهم؟ قولان لأهل العلم. والصواب أن الوجوب موجه للذي هو قائم عليه، فإن كان صاحب العائلة ينفق عليها رجلا فالوجوب موجه إليه، وأنه يلزمه أن يخرج النفقة عن نفسه وعن كل من هو تحت رعايته من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، بدليل حديث ابن عمر هذا في رواية ابن الدرقطني، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر الرجل على نفسه ومن يمونه، أي من يقوم بالنفقة عليه، فهذا معنى الذكر والأنثى، وهذا اللفظ يشمل كل ذكر وكل أنثى ولو كان كافرا، وبه تمسك من رأى إخراج زكاة الفطر حتى على الكافر، فإن كان الرجل متزوجا بأهل بكتابية كافرة أخرج عنه الزكاة، أو كان له عبد كافر أخرج عنه الزكاة، لكن الرواية الصحيحة أو القول الصحيح أن هذا مقيد برواية أخرى جاءت أيضا في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين بقيد الإسلام، وهي رواية قالوا تفرد بروايتها مالك عن نافع بن عمر، لكن الصواب أنه وجوب وله ما يشهد على ذلك، على الذكر والأنثى، الحر والمملوك، سواء كان حرا أو كان مملوكا، وهذا أيضا لا يتوجه إلى الشخص إلى كل شخص بنفسه، وإنما يتوجه للذي يقوم على نفسه وعلى غيره، فالذي لا يستقل بنفسه بل غيره يقوم عليه فالخطاب موجه له، أما المستقل بنفسه الذي يستطيع أو ينفق على نفسه ويشكونه فهذا تلزمه الحر والمملوك هو العبد، وهل العبد مخاطب بها أو المخاطب بها سيده؟ هل الخطاب موجه للمخرج هو السيد أو موجه للمخرج عليه ويقوم بها سيده؟ الصواب أنه موجه للذي يخرج، ويدل عليه رواية الصحيحين
ليس على العبد في فرضه ولا في عبده صدقة إلا صدقة المسلم. ليس على المسلم صدقة في فرضه ولا في عبده إلا صدقة المسلم. فلا يلزم على المسلم أن يخرج صدقة على عبده لكونه يملكه إلا ما يتعلق بماذا؟ بصدقة الفطر، فيلزمه أن يخرج عنه صدقة الفطر. ثم إن العبد لا يملك، العبد لا يملك، فإلزامه بالصدقة صدقة الفطر يدفعنا إلى أن نلزم سيده إلى أن يجعل له وقتا يكتسب فيه لإخراج صدقة الفطر على والحرد والمملوك صاعا. هذا جاء التقدير. إذا الحكم الوجود، وجود ماذا؟ صدقة الفطر. وقت الوجود على الصحيح فروع فطر يوم العيد. على من تجب؟ على المسلم العاقل البالغ الذي يملك قوت نفسه وما زاد، نفسه وأهله فما زاد، فالذي زاد يخرج منه. وتجب على الشخص على نفسه وعلى من هم تحته ممن ينفق عليه، ذكورا كانوا او اناثا، احرارا او عبيدا، صغارا او كبارا، لشرط من المسلم. المقدار قال صاعا، أن يخرج ماذا؟ صاع واحد. سبق ذكر معنى الصاع. الصاع هو أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين عند ضمهما، أن يكون الكفان ماذا؟ معتدلين، يد متوسطة، ما هي صغيرة ولا يد كبيرة، متوسطة، وأن يكون المد من غير ضبط باليد ولا الضم، متوسطة. فملء ضم الكفين المعتدلتين غير المبسوطتين ولا المضمومتين يسمى مدا. أربعة منه يسمى صاعا، وتحديد الصاع والمد سبق بشيء من التفصيل في دروس مضت. وقلنا المراد هو الصاع النبوي، وهو أربعة أرطال وثلث بالعراق على الصحيح، لكن لا ننسى أن الصاع المراد به الحجم وليس المراد به الوزن، وتفرقون بين الحجم والوزن، لأن حجم الكف من قطن ليس هو نفس وزن حجم كف من قطن، ليس هو نفس وزن حجم كف من حديد، فلا شك أنها أكبر، فقد يتفق الحجم ويختلف الوزن، فالعبرة بالحجم وهو صاع، وهو ماذا؟ وهو صاع. قال إذا التقدير كم نخرج زكاة الصاع؟ صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وجاء عن حديث ابن عباس ذكره، أو في أحاديث أخرى لابن عباس، حديث ابن شعيب الخدري، حديث ابن عمر، وحديث أسماء وغيره، جاء ذكر الشعير والبر والتمر والزبيب والشل و ايضا الاقر كله جاهز. فاذا التمر كم يخرج؟ صاع بنص الحديث. الشعير يخرج صاع، غير هذا يخرج صاع، لحديث ابي شيخ الزيدين انه صلى الله عليه وسلم فرض صدقه الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، فصدقه الفطر تخرج من ماذا؟ تخرج من الطعام. ما كم مقدارها؟
مقدارها صاع واحد إلا ما دل دليل الاستثناء. قال صاع من تمر أو صاع من شعير. الأقط هو الحليب المدفن صاع، الزبيب صاع، ويلحق به كل ما هو قوت لأهل البلد. الأرز صاع، الحمص صاع، العدس صاع، الفاصوليا صاع، الجلبان المكسر هذا صاع، وهلم جر. قال ابن عمر: فعدل الناس إلى نصف صاع من البر. ابن عمر يقول أن بعض الناس أنقص من الصاع أربعة أمداد إلى نصف صاع مدين، يقصد به معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما جيء إليه بسمراء الشام بردي من الشام من الشام، قال: أنا أرى أن نصف صاع من هذا يعدل صاع، فجعل صدقة الفطر نصف صاع من الشعير من القمح، ويعني هو البر. وخالفه صحابة آخر وقالوا: لا نعدل عما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإخراج هو صاع، لكن اجتهاد معاوية رضي الله تعالى قد وافق أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد قال بعض أهل العلم أنه أخذه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث أثناء أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الجميع عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من بر على اثنين، أو قال بين اثنين، الصاع بين اثنين. إذا كم مقدار الصاع الواحد؟ نصف صاع يعني مدين. وهذا حديث أسماء إسناده لا بأس به، وله ما يقويه من شواهد أخرى كثيرة. فيظهر في القول الأقرب أن صدقة الفطر تلزم صاعا من كل ما هو قوت لأهل البلد، أما البر والذي هو القمح فيخرج منه ماذا؟ نصف صاع، يخرج منه نصف صاع لثبوت الحديث لذلك. قال: على الصغير والكبير. الصغير والكبير أيضا، فالذي هو مستقل بنفسه وينفق على غيره تجب صدقة الفطر، فيحسب نفسه يعد نفسه، وكل من هم تحته نفقته من الصغار أو الكبار، الذكور أو الإناث، الأحرار أو العبيد، بشرط أن يكونوا من المسلمين. فإن كان تحته ست وهو سبع أخرج سبعة أعصر، إن كان تحته أربع وهو الخامس أخرج خمسة أعصر، إن كان وحده أخرج صاعين، إن كان معه الآخر ينفق عليه أخرج صاعين، وهكذا على الصغير والكبير. وصدقة الفطر كما ذكر دل عليه الحديث وسيأتي ذلك سيأتي أيضا تخرج من الطعام، وهو قول جمهور العلماء. والقول المشهور عندهم من المالكية والشافعية والحنابلة أن من أخرج غير الطعام فصدقة فطره باطلة وهو مطالب بها، يعني إذا أخرجها نقدا، إذا أخرجها نقدا مالا، فجمهور العلماء يرون أنها لا تصح ولم يؤدي شيئا، وإنما تصدق بمال ولا يزال يطالب بصدقة الفطر. وأبو حنيفة يرى أن الأصل إعطاءها، أن الأصل إعطاؤها طعاما، ولكن يجوز أن تخرج نقدا، يجوز إخراجها ماذا؟
نقدا مالا. هذا قول أبي حنيفة، واختاره بعض متأخري المالكية، وبعض العلماء فصل فقال تخرج طعاما إلا إذا احتيج إلى المال وكانت الحاجة إليه ملحة في أحوال معينة، فله أن يخرج النقد، فله أن يخرج النقد. والأقرب والله أعلم أنها تخرج طعاما للحديث ولفعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. صدقة الفطر فرضت لأجل إطعام المساكين ولأجل تطهير الصائم، فهي تتعلق ببدن الصائم ليس بماله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكفارات المتعلقة بالأبدان إنما تخرج طعاما ليس كزكاة المال النقد أو زكاة الغنم أو البقر أو الإبل أو غير ذلك، وإنما هذه صدقة فيها التطهير، ومثل ذلك كفارة الظهار وكفارة القتلى كفارة اليمين وكفارة المجاهدين في رمضان وغيرها. فهذا يظهر القول أقوى. نعم، قال وتؤدى قبل الخروج إلى الصلاة، تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة كما جاء في الدوائر. طيب هذا نرجع إن شاء الله لدرس يوم غد إن شاء الله تعالى، تحديدا بشيء كلي يأتينا يوم غد إن شاء الله. نعم.